بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني، يا رب تكونوا كلكم بخير. جايلكم النهارده بحاجه جديده كده شفتها عند مستحضرات التجميل، حلوه قوي، هتفيدنا ان شاء الله في الماسك بتاعنا، واللي هي الشيت ماسك اللي هي بالشكل ده يا بنات. عباره عن كبسوله بتتفك في ميه وبتطلع منها شكل الماسك. انا جايباها طبعا في كيس ب50 جنيه، في 50 واحدة بس، انا ما كنتش عاملة حسابي فجبت منهم بس ب10 جنيه 10 وحدات، قلت ينفعوني في ماسكاتي. حلوة قوي قوي يا بنات، وهتنفعنا جدا في الماسك ده. اول حاجة هجيب معايا بولة كده صغيرة فيها مية، وهفتح واحدة من الشيت ماسك كده، طلعتها عاملة زي الكبسولة يا بنات، وهحطها هنا. اما احطها هنا هتبدأ تفرد. شوفوا يا ولاد بتفرد ازاي، هتدينا شكل الماسك بالظبط، هنشوفها دلوقتي. يلا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا، نحط دي على جنب اما تبقى تفنش خالص، وهوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. ونبدأ بقى ان شاء الله في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا بيضة، طبعا اللي معايا دي بيضة بلدي يا بنات، بفضلها طبعا في الماسكات عن البيض اللي هو التاني، البيض الابيض او البيض الاحمر، حلوة قوي. هاخد منها البياض بتاعها زي ما احنا شايفين كده، واحطها في بولة. ده اول حاجة، اول مكون عندي في الوصفة بتاعتي. تاني حاجة يا بنات، هاخد معلقة من زيت جوز الهند. طبعا زيت جوز الهند هنا هيريق، هيشلك خالص ريحة الزفارة بتاعة بياض البيض، وكمان هيفيد البشرة، انه مفيد جدا للبشرة، طبعا بيعمل ترطيب للبشرة ونعومة، وكمان بيشد البشرة اهو زي ما احنا شايفين كده. ده زيت جوز هند. طبعا يا بنات لازم نبقى عارفين ان بياض البيض من الحاجات المهمة جدا جدا اللي بتعمل على تجديد انتاج الكولاجين في البشرة، وكمان بيعمل على تأخر ظهور علامات الشيخوخة، وبيقاوم من التجاعيد، وكمان لو عندك خطوط رفيعة بيعمل على ملقها، وكمان بيدي نعومة وترطيب حلو قوي قوي للبشرة. اول حاجة بقى هاخد معايا البتاع كده واضربهم كويس قوي مع بعض لحد ما يعملوا رغوة. اسفة بقى طبعا على الصوت، بس لازم نستحمل. او ممكن اقفل الفيديو لحد ما اخلص واوريكم شكلها عمل ازاي، بس هنفضل نضرب فيها كده. خلاص يا بنات انا ضربتها، شوفوا بالشكل ده، فضلت اضرب فيها كده اهو زي ما احنا شايفين. طبعا لازم تبقوا عارفين البياض البيض اللي هو البلدي بيبقى اصغر من البيض التاني. خلاص كده خلصنا كده، الوصفة خلصت معايا، عبارة عن بياض بيض ومعلقة زيت جوز هند. هشوف بقى، خد ده وشوف ده بقى، شوفوا يا بنات بقى عامل ازاي. اهو يا بنات شوفوا، واخد معايا شكل الماسك ده، مكان العينين والانف، وده مكان الشفايف. هاخده بقى هنزله فين؟ هنا في الماسك بتاعي، انزله فيه زي ما احنا شايفين كده. بعد كده اخده احطه على بشرتي، اول ما ينشف على البشرة بتشيليه بقى كأنه ماسك عادي زي ماسك الفحم او ماسك الذهب اللي احنا بنحطهم على البشرة. طيب لو ما عندناش الشيت ماسك ده ومعرفناش نجيبه، طبعا انتوا عارفين المناديل الورق، منديل ورق بتاخديه تحطي برضو في الوصفه، وبتبداي تحطيه على وشك بس بعيد عن منطقه العين، محيط العين. الوصفه دي جميله جدا، هتنعم لك البشره وهتشدها لك وهترطبها لك. بصي وصفه جميله جدا جدا، ومن احلى وصفات التجاعيد اللي بيبقى فيها بياض البيض. يا رب تستفيدوا منه. انا بعمل الماسك ده مرتين في الاسبوع، وبعد ما بخلصه بغسل بشرتي كويس وبحط عليها زيت جوز هند، او ممكن تحطي مكعبات ميه الورد، لو ما عندكيش حطي زيت جوز هند او زيت زيتون او اي كريم مرطب انت بتستخدميه. بتمنى تجربيها، وبتمنى ان تستفيدوا منها. ولو كنت اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير عشان يوصل لكل صحباتكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.
الله وبركاته.